نحن طلعنا ضد ظلام، ضد ضاغية. هلا الشعب صار ظالم ماكر، الشعب ما عاد يتحمل ولا عاد يطيق هالمصروف اللي عم مضغوط عليه كثير بهالأزمة هي. نطالب بإعادة تسعيرة الكهرباء إلى التسعيرة القديمة. راح نضل نستمر بالمظاهرات السلمية حتى تتخفض أسعار الكهرباء والأسعار المواد الغذائية. سعر إنتاج الطاقة هو نفس الأسعار في كل المناطق الموجودة في تركيا، إنتاج الطاقة وتقديمها للشركات العاملة سواء في الداخل التركي أو سواء في الداخل المحرر. نحن في المناطق المحررة في عنا شيء اسمه ميزة، إنه نحن ما عنا ضريبة دخل أو ضريبة مثل ما بسموها بتركيا اسمها كاديفي. هي نحن ما عندنا هاي الضريبة اللي بتقدم الخدمة للمواطنين في تركيا. مجرد انه انت تدفع فاتورة او تأشيرة معينة فانت ملزم بدفع فاتورة ضريبة معينة، اما نحن هون بالداخل ما في عندنا هاي الضريبة. هاي من احد الميزات. من الميزة الاخرى انه نحن هذا المعدل السعر اللي بيطلع فبيراعي فيه المعدل الشهري الكامل او الاشهر اللي بيتم فيها تحديد السعر. اما بتركيا موجود الاسعار هي موجوده دائما وفق معايير الذروه والانخفاض والمتوسط الاساسي للسحب. الشركه غير يعني بحاله صحيه نتيجه هذا الارتفاع الذي اثر عليها، ايضا اثر على الموظفين لديها، اثر على كافه الفئات الموجوده في المناطق اللي بتقدم الخدمه فيها. فكلما كان سعر الطاقة أقل كلما كان حقق استقرار لديها وللعمال القائمين بالشركة. إن شاء الله سوف نسعى في الأيام القادمة بالتواصل مع المجلس المحلي ومع الهيئات المستمرة للوصول لتقديم الخدمة بشكل أفضل وتحقيق استقرار أكثر. نرجو من الله هذا الأمل، وإن شاء الله هناك وفق التصريحات الاقتصادية الموجودة في الدولة التركية وعلى أعلى الأصعدة ستنتهي ذروة هذا الارتفاع لأسعار الطاقة عالمية وأسعار الطاقة الكهربائية بالذات في بداية الصيف وانتهاء الشتاء. نتمنى من كافة الأهالينا في المناطق المحررة واللي نحن قائمين على تقديم الخدمة لهم بالتعاون مع المجالس المحلية بالتعاون مع الأهالي والوجهاء والأعيان وكافة الفعاليات، أنه نحن نتعاون مع بعضنا في حال أي حالة للوصول إلى تسوية نظامية، حل مرضي لكافة الأهالي. نحن بالأساس جايين نقدم الخدمة لهم وفق معايير اللي نحن ملتزمين فيها بالعقود، فلا يمكن أنه نحن نجي نحن نكون سبب في ترسيخ أي ضرر للمجتمع اللي نحن فيه.